ندد وزير الموارد المائية زائري طه دربال بتواصل التجفيف الممنهج لسدود ومصادر المياه على الحدود الغربية للجزائر. آخر ما كان في الاتهامات، فمن بعد ما تهمونا يعني تهموا المغرب باللي هو اللي صفت لهم الناموس، يعني ديك الحشرة قال لك اللي دارت لهم الفيروس في الهندية. من بعد تهموا المغرب قال لك هو اللي صفت لهم الجراد كلا لهم المحصول وكلا لهم القمح. من بعد قال لك باللي راه القجع هو سبب تخريب الملاعب. فاليوم ما غاديش نستغربوا من هذا الاتهام الجديد. فاليوم الخبر او الاتهام الجديد هو انه وزير الري دربال في المنتدى العالمي للماء في اندونيسيا كيتهم قال لك المغرب باللي المغرب هو اللي جفف لهم السدود. من بعد ما غير مده قصيره هذه خرج عبد المجيد وقال لك باللي هما بمعنى الجزائر باللي الجزائر جنه خضراء وعندهم القمح. فكيفاش اليوم خارجين كيتشكاو من انعدام الماء، يعني راه عندهم الجفاف والسبب ديال هذا الجفاف هو المغرب. فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعي الكرام، أهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي كنتمنى وتكونوا بخير وعلى خير وفي أحسن الأحوال. معكم لبنى من قناتكم المتواضعة لبنى نيوز، واللي دائما كنتمنى أنكم تدعمونا باللايكات ديالكم بالبارتاج كذلك بكتابة التعاليق. فإخواني أخواتي، في المنتدى العالمي واللي كان في أندونيسيا أو إندونيسيا، فعادي جدا الكل يهضر على الماء، لكن اللي فيه شي مرض اللي فيه شي طبيعه فما غاديش يبرى منها. وهذا المرض عند الجزائريين هو المغرب، واي كارثه كتوقع عندهم السبب ديالها المغرب. وحتى شي مسؤول او وزير، يعني اي شي واحد عنده شي منصب وفشل في داك المنصب ديالو، فكيكون المغرب هو الشماعه اللي غادي يعلقوا عليه الفشل ديالهم، يعني كيحملوا مسؤوليه للمغرب. فما عندهمش القمح، قال لك باللي المغرب اللي تلقى عليهم الجراد. ما عندهمش الهنديه، قال لك المغرب تلقى عليهم واحد الحشره، يعني واحد الناموس اللي فيه واحد الفيروس ومرض ليهم ودار لهم واحد الفيروس في الهنديه. الملاعب ديالهم مخربه ما كيخدموهاش، قال لك باللي فوزي القجع هو السبب. الطاجين اللي تحرق لهم في الدار غادي يقول لك باللي المغرب هو السبب ديال هذاك الطاجين اللي حرقوه في الدار. فدابا الاخوان نشوفوا شنو غادي يقول الوزير ديال الري، وغادي نتلاقاو من بعد. المنتدى هذا فرصة حقيقية من أجل رفع الانشغالات التي عانت منها الجزائر، خاصة على حدودنا الغربية، أين لاحظنا ممارسات لدول الجوار، دولة من دول الجوار أنها أضرت بالفعل بالتوازن البيئي الذي أضر بالحيوان بالنبات ومباشرة أضر بالإنسان، لأن في تجفيف مقصود وممنهج لبعض السدود ولبعض فبالنسبة للكلام ديال هاد الوزير، راه فعلا يعني المغرب دار سد قدوسة أو قدوسة، واللي كيجمع فيه الماء واللي كيضيع لينا وكيمشي للصحراء الشرقية، كيمشي لجهة بشار. هاد السد الإخوان متواجد قرب من المدينة ديال الرشيدية، وتم البناء ديالو على حافة واد قير. هاد النهر المتقطع كان في الأول كيخترق الحدود الشرقية وكيصب في الجزائر، بالضبط في بشار، يعني الموارد المائيه الوحيده اللي كانوا يعني الساكنه ديال البشر ويعني الاراضي التابعه لها كانوا، يعني هادو هما مناش كياخذوا العطش ديالهم ومناش كيرويو او كيسقيو الاراضي التابعه لهم. هاد النهر يعني سنوات المياه ديالها كتضيع، او المياه ديالو كتضيع، الى غايه سنه 1969 فين قام بومدين بتشييد سد علي بن قناسه، وهي منطقه تابعه لبشار. يعني هاد السد اللي تعطات ليه تسميه الجرف التربه، واللي الحقينه ديالو كتعدى 350 مليون متر مكعب، تم الاستغلال ديالو او الاستغلال المياه ديالو كمورد وحيد للري، يعني العطش ديال الساكنه ديال المنطقه ديال البشار، وكذلك يعني سيقي المنطقه الفلاحيه التابعه لها. المغرب رغم الخبره ديالو الكبيره يعني ديال تشييد السدود، ولكن لسنين هو متجاهل يعني واد قير بحكم سياسه حسن الجوار، بحكم ان المغرب يعني كيحترم سياسه الجوار، ودائما المغرب كيحترم العلاقات مع الجيران. وبالرغم من ان الناس ديال الرشيد ديال الاخوان والنواحم كانوا كيعانيوا من ندره المياه سواء للري الاراضي ديالهم او للعطش، ولكن هنا الاقدار حتمت ان سنه 2015 المغرب اخيرا يعني بغى
يفكر في المصلحه ديالو، يعني يفكر في تشييد سد ضخم بواد قير المسمى حاليا سد قدوسه، واللي الميزانيه ديالو كتقارب مليار درهم وبحقينه ازيد من 220 مليون متر مكعب. السد بطبيعه الحال بدات الاشغال ديالو او بدا التشييد ديالو سنه 2018، وفي 2021 اصبح جاهزا وحاليا خدام بشكل عادي بدون مشاكل، والمياه المخزونه فيه كتسقي يعني الاراضي المغربيه. السنه الماضيه يعني الجيران ليهوك يعني كيقلبوا اي مناوشات مع المغرب واي مناورات مع المغرب، شنو غادي يديروا؟ غادي يقوموا بطرد فلاحين مغاربه من واحات العرجه اللي قانونيا هي واحات متواجده داخل الحدود الجزائريه، ولكن بحكم التاريخ والاراضي هي اراضي تابعه للفلاحين يعني مغاربه، وهذا الشيء يعني خلف واحد الحسره في القلوب ديالهم، وكانوا يعني باغيين الجاره اللي هو يعني باغي غير تستفز المغرب. اما يعني هذوك الفلاحين يعني اللي سنين تاريخ عندهم في دوك الواحات اللي تابعه يعني للحدود الجزائريه، ولكن هاد الجيران اللي لا رحمه لهم والحقد عاملهم البصيره بغاو يستفزوا المغرب وطردوا هذوك المغاربه من الواحات ديالهم. وهنا ربي كما كيقولوا ربي ما كيخلي حتى شي واحد، لمحاسن الصدف تم اطلاق عمل ديال سد قدوسه من بعد مده قليله من بعد طرد هاد المغاربه من الواحات الجزائريه او التابعه للحدود الجزائريه. وكاين تقارير كتقول باللي سد الجرفه التربه الجزائري عرف تغيير كبير والحقينه ديالو تراجعت بشكل كبير بسبب سد قدوسه، وهذا الشيء يعني السبب ديالهم، لان المغرب دائما هو كيحترم حسن الجوار، ولكن هما ما كيعرفوش شكون هو حسن الجوار، ما كيعرفوش شكون هما الجيران. ومن غير هذا الشيء سد قدوسه استفدت منه الرشيد ديال السقي ديال الواحات ديال التمر العملاقه، وهذا السد يعني غادي يمكن من تجهيز 10000 هكتار من الاراضي الفلاحيه. وتم تطوير جوج ديال المشاريع اللي هي ضخمه، الاول اللي هو برنامج المغرب لتطوير التمور، والثاني تطوير مشروع هيدروفلاحي لتنمية سلسلة النخيل بجهة يعني بودنيب. اذا اخواني اخواتي هذا السد يعني سد قدوسة غادي يساهم في الاكتفاء الذاتي للمغرب يعني في المجال ديال التمور، وكذلك غادي يوفر 5 ملايين يوم عمل كل سنة. يعني الاخوان من بعد ما الجزائر طردات 11 العائلة، اليوم 10000 ديال العائلات اللي غادي يستفدوا من هاد السد، يعني 10000 عائلة اللي غادي تستفد من هاد الواحات. فإلى رجعنا للاتهامات ديال الجزائر، فالمغرب شتا كضر في بلادو، شتا كطيح في بلادو، ولنا كامل السيادة أننا نشيدو يعني سدود اللي بغينا ونشدو الماء ديالنا عندنا. فمن بعد ما الجزائر قطعت العلاقات، قطعت الأنبوب ديال الغاز، قطعت المجال الجوي، فحتى المغرب يعني كيشوف المصلحه ديالو، المصلحه ديال الشعب ديالو. اذا اخواني اخواتي هذا هو الموضوع ديالنا ديال اليوم، تحياتي لكم كبيره، شكرا لحسن المتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.